هنفض فض سلمي، مفيش اي استخدام للقوة. المستشفى وهذا المصحف عليه دماء شهيد. هذا المصحف دماءكم لمن؟ نفوسكم لمن؟ اهلكم لمن؟ لله لله. مجزرة؟ نعم هي مجزرة، وأبشع مجزرة حصلت في تاريخ مصر الحديث. ظاهر الشرطة جميلة جدا وكيوت وجميلة ويعني ما بتقتلش حد، واي حد في مصر بيخشى ان هو يقابل امين شرطة في الشارع او عسكري في الشارع، عارف كويس قوي ايه مصيره. يعني ضد النظام.